احنا شباب هنحرر مصر، احنا شباب هنحرر مصر. صعد آلاف المحتجين المصريين المعتصمين في ميدان التحرير وسط القاهرة ضغوطهم لحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم لفترة انتقالية على تسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني. ووقعت صدامات عندما استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قرروا منذ يوم الجمعة الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء لسد مدخله والحؤول دون دخول رئيس الحكومة الجديد كمال الجنزوري إليه وممارسة مهامه، لاتهامهم إياه بالانتماء إلى نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. ما ينبغي ان احنا ما ننساش انه ما 24 سنه الجنزوري كان وزير ونائب رئيس وزراء ورئيس وزراء، ف ويكون جزء من النظام، فهو كان احد الاعمده الرئيسيه في السياسه اللي ادت الى حاله الانهيار اللي وصلت لها مصر. وعلى أثر الصدامات وصلت تعزيزات من متظاهري ميدان التحرير وردوا برشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة وزجاجات المولوتوف المشتعلة، ما أدى نتيجة للهرج والمرج إلى مقتل أحد المتظاهرين دهسا تحت عجلات إحدى سيارات قوى الأمن. واحد مننا بيجري وراهم العربية اللي جاية من خلفه وهو راحت داس عليه بالمرتين، يعني العجل الأولية والعجلتين اللي وراه خلاص ده احنا شلناه، اصلا كان منتهي احنا شايلينه منتهي، وفي واحد تاني ده ضرب بالرصاص. وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت منذ 8 أيام إلى 42 قتيلا وأكثر من 3000 جريح. إلى ذلك شهد ميدان التحرير مشاركة نسائية حاشدة نددت فيها المشاركات بالمجلس العسكري وبتعامل الأمن الوحشي مع المتظاهرين. سياسيا التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية محمد البرادعي وعمر موسى كل على حدة، وبحث معهما في آخر المستجدات على الساحة الداخلية. ويأتي لقاء طنطاوي مع البرادعي وموسى قبل يومين من الانتخابات التشريعية التي ستبدأ الاثنين المقبل.